بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء والحضور الجميل والمميز هنا على أرضية هذا الميدان على بركة الله وحفظه، أعلنت اللجنة عن انطلاقة شوط من انطلاقات الخير والبركة، وما شاء الله التألق من هذه الشعارات ومن هذه الأسامي الجميلة. لا نتحدث إما نذهب هناك مع المنتزع اللي خذ المركز الأول هملول مطر بن سعيد بن عبيد الحميري، النقلة هناك مع مشهور شعار الرياضية أيضا يتواجد سعيد بن حمد بن سالم الغفلي، بينما اللي في المركز الثالث غير خذ المركز الثاني شاهين يمعه بن علي بن هيل الغفلي، وفي المركز الرابع هنا الحر علي بن حميد الرزي الشامسي، وصل هنا شمردل يأتي من موقع إلى موقع بخيت بن علي بن مطر بن علوان على خامس المراكز، وفي المركز السادس الهود سالم بن سلطان بن رشيد السويدي، وفي المركز السابع هناك من الجانب الثاني أيضا نبغى نتعرف عليه لكي نعطي كل حق حقه هنا في هذا الشوط مياتي سالم بن شاهين الحميدي الأقفلي على سادس المراكز، وفي المركز السابع مع غازي هنا بن حمود ذياب من غانم بن حمودة الظاهري، وفي المركز الثامن من يصل مشهور في ثامن المراكز السيد سعيد بن حمد بن سالم الأقفلي، وفي المركز التاسع شاهين خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، وفي المركز العاشر هناك من يأتي المفتي لسيد علي بن عبد الله بن علي أبو نواس. ها هي النتيجة أيها الإخوة، كانت حاضرة هنا مع هذا الانطلاق، هكذا كانت النتيجة حاضرة هنا مع هذا النداء الأول للعشرة المراكز، ولكن هناك خلف العشرة أيضا تأتي أسامي جميلة ولامعة ومميزة في هذا العالم لا نسبقها بالحديث، إنما تأتي هناك مع لوقو عذهب مع مياس ولا بقوس الهوت سالم وسالم بسلطان برشيد السويدي، هنا مع المركز الأول هملول ثانيا مطر بن سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الثالث شاهين يم معه بن علي بن هيل الأقفلي، بينما النقلة هناك رابع الحر علي بن حميد الرزي الشامسي، بينما اللي في المركز الخامس انتقل هناك مع شاهين خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، وفي المركز السادس من يأتي قاضي ذياب بن غانم بن حمودة الظاهري، وفي المركز السابع وصل هنا شاهين للسيد حميد بن مبارك بن محمد بالهلي، وفي المركز الثامن مشهور للسيد سعيد بن سالم بن حمد الأقفلي، وفي المركز التاسع من يأتي هناك شاهين سالم بن جازب بن خليفة المسافري، وفي المركز العاشر الأسد السيد خلف بن مطر بن علوان. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة للمراكز، ذعناها عليكم كاملة مكملة هنا مع هذا الأداء الجميل والمميز. الهود في الصدارة مع شاهين هنا في أول وثاني المراكز، ولكن بن جاسب بدأ يتدخل هنا مع شاهين أيضا دافع، والرزي هناك مع الحر، ولكن إلى أين سوف يذهب سلامنا هنا حتى هذه اللحظة من صالح المبدع خليفة بن عبيد الحميري، ما شاء الله مع ابناء الخوان الجاهين في المركز الثاني مع سالم بن جاسب المسافري، هناك الحر ثالثا للسيد علي بن حميد الرزي الشامسي مشهور سعيد بن حمد بن سالم الأغفلي، وفي اللحظات الجميلة والمجنونة إلى أين سوف نذهب مع السلام، إلى أين سوف نذهب مع الناموس. ما شاء الله شاهين مع خليفة مسيطر، شاهين صامدا على المركز الأول مسيطرا سيطرة جميلة ومتألقة حتى هذه اللحظة على مقدمة الشوط، خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري ما شاء الله، بينما اللي في المركز الثاني شاهين مع سالم بن جاسم بالصقعة أيضا يقترب من ثالث المراكز الرزي رابع، ولكن خلاص ودعتكم يا ليت ما كان يوم الوداع القلب أيها الإخوة، يوم الوداع الناموسي الجميل، وسلام لهالي الخوانيج، وسعد الله صباحكم وأوقاتكم مع هذا الناموس الجميل والموفق. ها هي لحظات وصولة إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس المركز الثاني علي بن حميد الرزي، المركز الثالث سعيد بن حمد بن سالم الأقفلي، رابع المراكز سالم بن جاسب المسافري شمردل، خامسا للسيد علي أو بخيت بن علي بن مطر بن علوان. هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة، 4:37 34 جزمة ثانية، تهانينا والناموس.